أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من يوم جديد، أقدمها لكم رفقة زميلتي لالا. السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة نهاية الأسبوع من اليوم الجديد، والتي نخصصها لدراسة مواضيع عدة منها الاجتماعية منها الصحية إلى آخره. والبداية مع القيادة التربوية التي سنخصص لها فقرتنا الأولى كمقاربة جديدة للإسهام في إصلاح المنظومة التربوية مع ضيفنا السيد الطاهر واللحمد الخبير في المجال التربوي. أهلا بك السيد الطاهر، كمدخل عام حدثنا عن مفهوم القيادة التربوية بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. في البداية فإني وجه شكري للموريتانية إدارة وعمالا وصحفيين على الجهود الجبارة التي بذلوها من أجل الوصول إلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤسسة تود أن تشارك في تنمية البلد بالبحث عن الآراء المختلفة كما يقال إذا ازدحمت العقول الصواب. فيما يتعلق بالنظام التربوي الموريتاني، قبل التحدث عن القيادة ينبغي أولا أن نحدد أهدافه وغاية النظام التربوي. لمن نربي؟ هل نربي للفرد أم نربي للمجتمع؟ وهناك وجهتين تربويتين قد خلصت إليهم الدراسة التربوية من بداية الإنسان حتى يومنا هذا، وهو ما يسمى بالمثالية الفلسفية، وهي هذه المقاربة هي التي مطبقة حالا في عند فرنسا، وهي تقدم المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية. وهناك المقاربة الأخرى وهي النسبية الاجتماعية، لذلك تحبذ أن نربي للمجتمع، لأن المجتمع يتكون من عدة أفراد. يعني تقول إن المدرسة ينبغي أن تكون جميع مواهب الفرد ولكن في إطار اجتماعي. ونحن بما أننا دولة مسلمة هناك التعاضد والتآخي والتآزر، فوجهتنا التربوية تأخذ مصداقيتها من هذا الباب. لذلك في النظام التربوي هناك ما يسمى بالنسبية الاجتماعية. والمدرسة الموريتانية غايتها حسب القانون رقم 023-75 تقول إن المدرسة الموريتانية تود أن تكون المواطن الصالح متمسك بموروثه الثقافي. هذه الغاية الكبرى. نعم، هذه الغاية الكبرى، يعني متمسك بموروثه الثقافي، منفتح على الآخر، و قادرا على المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. فهذه هي قاية التعليم. أما فيما يتعلق بالقيادة، فالقيادة فالمقاربة القيادة هي معنى الزعامة، وهي تدخل معناها أيضا الزعامة التي تؤثر في مسار العملية. حتى يفهم المشاهد، أنتم تتحدثون عن القيادة، هل هذه القيادة هنا يقصد بها المعلم أو تكوين قائد؟ نعم، هناك سلسلة في إطار القيادة، فهناك سلسلة القيادة والتسيير النظام، وسلسلة تتحدث عن المعلم في الفصل، يعني الفصل هناك القائد وهو المعلم، ومدير المدرسة الإدارة المدرسة هناك مدير، وهناك سلسلة تذهب حتى وزير التهذيب الوطني في القيادة، حتى وزير التهذيب الوطني، إلا أن هناك في إطار السلسلة هناك وظائف سياسية وهناك وظائف فنية. هل للتلميذ دور في هذه القيادة؟ نحن نتحدث الآن في مواضيع الساعة ومواضيع التربوية عن القائد الصغير، هل للتلميذ دور في هذه القيادة؟ هل هو يهيئ ليكون قائد؟ التربية الحديثة تقول سرعان ما ننسى ما تعلمنا ولكن لن ننسى ما اكتشفنا. المراد هو أن يكون الطفل هو الباحث عن العلم والمشارك في تربيته، لذلك هو مركز القيادة. هل هناك نماذج للقيادة التربوية باختلاف الفاعلين المؤثرين في هذه القيادة؟ نعم،
مثلا انماط القياده تتحدد حسب سلسله القياده تراتبيه في, في 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 النظام التربوي. في النظام التربوي كل نظام تربوي هناك ما يسمى بالوحدات العمليه والوحدات الوظيفيه. ومن يقع عليه العبء الاكبر في هذه العمليه؟ العبء الاكبر يقع على المدرس لانه هو المسؤول عن تنفيذ هذه السياسه الدوله كلها، يعني تحقيق الفرد. قلت لكم انفا ان غايه النظام التربوي تقول الهدف عندنا من المدرسه الموريتانيه ان تنشئ مواطنا صالحا، مواطنا صالحا متمسكا بموروثه الثقافي، منفتحا على العالم وقادرا على المشاركه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للبلد. ولكن هذه القيادة ترشمت عن طريق البرامج. وهذه البرامج يعني استيعابها من طرف الطفل تدريجيا هو تكوين الشخصيه المستقبليه الموريتانيه. وهذا الدور يقع على المعلم. لذلك المعلم ينبغي ان يلتزم بالبرامج لانها هذه المحتويات هي التي ستكون الشخصيه الموريتانيه المستقبليه. هل هناك فارق؟ الدور الاكبر يقع على المدرسين. هل هناك فارق؟ مفتشي فارق سياده الاستاذ، هل هناك فارق بين القياده التربويه وغيرها من اساليب الاداره الموجوده؟ القياده التربويه في موضوعنا الان هي القياده وتسيير النظام التربوي. والقياده القديمه تعتمد على ان المسؤول هو كل شيء. يعني هو يصدر القرارات، يعني افراد المؤسسه لا يشاركون في تنميتها. اما في مفهوم القياده الجديده هو انها شراكه، هي قياده تشاركيه. اذا القياده التشاركيه هو اولا ان القائد سيتنازل عن بعض مسؤولياته عن سلطته، يقسمها على الاخر، مبدا التفويض، هكذا سيهيئ الاجواء التعايشيه بين افراد المؤسسه وسيشاركهم في المعلومة حتى يكون الجو التواصلي جيد. وهناك كل فرد من المؤسسة يحس أنه مشارك في تنميتها وهو صاحب القرار فيها، وهناك تكون عمل فريق. فهذه هي القيادة التشاركية. نعم. وهي القيادة التي هذا عن القيادة التربوية عامة. أنتم لديكم نظريتكم الخاصة في المجال التي كنتم قد قدمتم أطروحة في إحدى الجامعات عن هذه النغرية، ما هي أبرز ملامح النغرية التي تدعون إليها؟ نعم شكرا. فعلا هناك القيادة وتسيير الأنظمة التربوية، هذه مقاربة جديدة عنوانتها مقاربة زيغزن للقيادة وتسيير الأنظمة التربوية. ما زيغزن هو تسمية جدي سميتها عليه خاصة. لأنها نعم هذه رسالة في لينفرسيتي سان جورج ألكسندر. وهذه المقاربة في القيادة وضعت لها أسس، ثم حددت مجالات القيادة، ثم حددت فاعلين داخل القيادة، ثم حددت الأبعاد العشرة التي إن وضعت في أي مؤسسة فبإذن الله فلا بد لها أن. حدثنا عن هذه الأبعاد العشرة التي تطرقت لها في هذا البحث. أهم هذه الأبعاد. أهم هذه الأبعاد على وجه الأبعاد. أولا نحن نعرف أن النظام هناك يفتقد إلى ما يسمى بالسياسة التوجيهية للنظام. ما الذي نعنيه بالسياسة التوجيهية للنظام؟ السياسة التوجيهية للنظام هي سياسة ينبغي أن تهيئ أن تحدد الوجهة التهذيبية للتربية في موريتانيا. هل النظام التربوي ينسجم فيما يسمى بالنسبية الاجتماعية أم المثالية الفلسفية؟ وهذين البعدين هم الموجودين على كافة الكرة الأرضية في التربية، إما أن نربي للفرد وإما أن نربي للمجتمع. جميل. الأستاذ عفوا، هناك من يرى بأن لا تعارض بين من يرى بضرورة أن نربي للفرد وأن نربي للمجتمع، وأن تركيزنا على الفرد هو تركيز على المجتمع ككل. ما رأيكم بمن لا هناك يرى؟ هناك فرق. التركيز على الفرد يولد داخل الفرد الأنانية. ونحن نعرف أن اليوم في فرنسا الإنسان في تكوينه يمكنه أن يكون غنيا ووالديه فقيران، ولكن لا يهمهم فيه شيء. لأن التربية التي أنشأ فيها تحبذ السعادة الفردية على السعادة الجماعية. أما نحن
فأولا هناك الله تبارك وتعالى يقول: وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. نحن المال الذي عندنا ينبغي أن نوزعه على هؤلاء الخمس. أما في في في, في المثالية الفلسفية المال مالي فهو لي فقط، سواء الملكية الفردية، وهذا ينشئ في الفردي الأنانية. واضح؟ انطلاقا من الأنانية، أنا لفتت انتباهي كلمة قلتوها، نحن نربو لمن؟ نربو للمجتمع أم للفرد؟ نربو للفرد هكذا. في مقاربة تكونتم ايش تدعو لها؟ ايش تدعو لنا رب الفرد ولا رب المجتمع؟ المقاربة هو يمكننا أن واسمه أن نهيئ جميع أن نكون جميع مواهب الفرد ولكن داخل إطار الاجتماع. نهيئه أنتم الآن إذا قررت الجماعة أننا ينبغي أن نسلك هذه الطريق وبقي فرد واحد فينبغي أن يستجمع في الجماعة، لأنه يقال أن واحد الشيطان المستفيضة يستحل تواطؤها على الكذب والواحد الشيطان. بالرجوع إلى المؤلف العلمي قليلا، نرجع إلى الإبعاد. قلت أولا البعد التوجيهي للنظام، ثم بعد التوجيه للنظام ينبغي أن نحدد وجهة النظام التربوي، هل هو ينسجم فيما يسمى بالمثالية الفلسفية أم النسبية الاجتماعية. هذا أولا ليس محددا. ثانيا النظام التربوي ما هي هياكله؟ هناك نحن نعرف أن كل نظام كل جزء من النظام التربوي له قانون ينظمه. هناك عندنا قانون ينظم التعليم الأساسي، هناك قانون ينظم التعليم الثانوي، هناك قانون ينظم التعليم العالي. السياسة التوجيهية للنظام تحدد أنماط التعليم الموجود في موريتانيا وتحدد العلاقة بينهما. هذا هو اللي قالوا النظام التوجيهي للتهذيب الموريتاني. النظام كل وزارة لها قانون ينظمها. الإطار التوجيهي ينظم جميع التعليم، يقول تقريبا إن التعليم في موريتانيا يتكون من التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، التعليم العالي، والعلاقة بينهما يحددها. وما هي؟ هذا هو اللي قالوا قانون التوجيهي. ثم يحدد كيفية التمويل داخل الأوضاع المالية للنظام التربوي، ثم يحدد كيفية التكوين الأولي في الدولة الموريتانية في التعليم. يعني النظام التوجيهي شامل، يشمل كل ما يتعلق باكتتاب المعلمين والأساتذة، بالتكوين الأولي والتكوين المستمر، بالوجهة في هذه النقطة بالذات. وأنتم لديكم هذه الخبرة الطويلة، 3 عقود والحمد لله، كيف تقيمون النظام التوجيهي الموريتاني وما هي النواقص الملاحظة في هذا النظام؟ أنا أظن بما أنني لست هناك يعني ممثلا للوزارة، جيت هناك كخبير تربوي، أن النظام التربوي الموريتاني كما اكتشف ذلك رئيس الجمهورية واكتشفه الوزير الأول وجميع السلطات وجميع المجتمع الموريتاني يعرف أن النظام التربوي الموريتاني له اختلالات كبرى. أولا اختلالات توجيهية كما أشرنا إليها، ثم اختلالات في الإطار المؤسسي والقانوني، لأن المؤسسات هناك خلبطة يعني تشابك في الصلاحيات والمهام، وهناك النظام البعد القانوني متقادم، النصوص التي يتأسس عليه النظام التربوي اليوم هي متقادم، بقي مراجعة لأنها فيها هناك القانون من الستينات ومن السبعينات، ينبغي تحيين إصلاح 99 راجعة هذا راجعة بعدها من حيث الشكل. أما الموضوع فهو تمسك بالغايات الموجودة في القانون رقم 023575. قلت نرجع إلى الأبعاد العشرة بطريقة عجالة. هناك قلنا البعد التوجيهي للنظام، هناك البعد المؤسسي والقانوني، هناك البعد التواصلي للنظام، ينبغي أن داخل النظام من المعلم حتى الوزير تكون جماعة الفاعلين على نفس درجة من المعلومة. أي معلومة وصلت ينبغي أن تكون البعد التواصلي للنظام سريع بحيث أن الجميع يكون عنده نفس
المعلومة التي صدرت عن قيادة النظام. ما هي المعايير التي اعتمدتموها لإعطاء تقييم شامل أو تقييم مرجعي يمكن الرجوع إليه لدراسة أي مؤسسة تعليمية؟ المعايير التي اعتمدتموها؟ التقويم هو الذي يوجه ويوازن ويشهد على عمل ما. فعن طريق التقويم يمكننا أن نعرف هل نجحنا، أين نحن من المسار. والتقويم بعد أساسي في العملية التربوية. لذلك نظام تربوي ليس له تقويم فإن نقول إنها قيادة عمياء، لأن التقويم هو الذي يوجه العملية، هو يوازنها ثم يشهد عليها هل هي صالحة أم غير صالحة. لذلك التقويمات الوطنية والدولية بينت أن النظام التربوي الموريتاني فيه اختلالات كبرى. اختلالات منها أولا اختلالات في القيادة وتسيير النظام، فيه اختلالات حيث التكوين الأولي. بما أن البحث جرى عن هذه الاختلالات وجاء القانون 012/99 للإصلاح وعدت الدولة الخطة العشرية لبين دي إس الذي أيضا له أهدافه ويسعى إلى تحسين نوعية التعليم مدة 10 سنوات من 2002 إلى 2009 هناك وقع تقويم للنظام التربوي، فوجدوا أن الاختلالات الأولية التي برزت قبل 99 هي الاختلالات المطروحة أيضا 2009. هذا يعني ماذا؟ يعني أن إما التشخيص الأولي التقويم الأولي ليس صحيحا، وإما الإجراءات التي اتخذت أيضا لإزالة الاختلالات ليست هي الإجراءات الصحيحة. بتقويمكم لهذا الشامل، ما دور المنهج التعليمي فيه؟ المنهج يشمل البرامج، يشمل العدة التتبعية والتقويم، يشمل المنهج يشمل كل هذا، يشمل المحتويات. قلنا أن المحتويات المعرفية هي التي عن طريقها تتكون الشخصية الموريتانية المستقبلية. لنا نتساءل أستاذ عن الجديد الذي أضافه هذا المؤلف في دراسات الباحثة في القيادة التربوية برأيكم. هذا المؤلف أضاف جديدا وهو أننا حددنا عن طريق تجربة 32 سنة أنماط القيادة التي أنماط القيادة الصالحة. هو أولا أن القيادة لها أسس، وهذه الأسس فيها ما يسمى بالمقوم الأول هو المقوم الأهداف لأي عمل لا بد له أن نحدد ما هي أهدافه. ثم هناك مبدأ المرونة principe égal mandabilité، مبدأ المرونة أنك أنت كقائد ينبغي أن تكون مرنا في تعاملك مع الآخرين وليست سلطويا، لأن الله تبارك وتعالى يقول للرسول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. قول له قول اللين هكذا. لا 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 لا. هناك القيادة من مبادئها المرونة، ثم من المبدأ الآخر هو مبدأ الاجتماعي لا سوسيابيليتي، ومبدأ هو اسمه الاجتماعي له ثلاثة أجزاء. جزء أولا أنك أنت كقائد تهيئ الأجواء العمل المناسبة لجماعة المؤسسة. ثانيا أنك تشاركهم في سلطتك. هذا. ثالثا هو أنك تشاركهم في المعلومة، أي معلومة وصلت ينبغي أن تكون، لأنهم كلهم يمثل المؤسسة. هناك مبدأ التخصص، فاقد الشيء لا يعطيه، والله تبارك وتعالى يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جيد. وهذا إشارة واضحة على احترام التخصص في القيادة وتسيير النظام. لأنك أستاذ نستسمح قليلا، نستقبل الآن مكالمة من المكتب المركزي بقيادة أركان الدرك للحديث عن حصيلة الحوادث في اليومين السابقين. معنا النقيب بشير والمحمد جيلي. صباح الخير نقيب. صباح الخير. أهلا وسهلا بشرنا.
عائلة صفان في الدرك الوطني خلال 24 ساعة المنصرمة واحد حادث مرور على مختلف المحاور الوطنية حدث جريحا وأضرار مادية معتبرة ترجع أسبابه إلى الصرع المغرطة وعدم الحيطة. حادث جثماني وقع نهارا على طريق شوم أباط على بعد 70 كيلومتر من البلدان تسببت سيارة من نوع تويوتا هيليكس تحمل 8 أشخاص قادمة من شوم باتجاه أباط. الصرع المغرطة أدت إلى انزلاق السيارة خارج الطريق ما أدى إلى انقلابها. الحصيلة إصابة شخص بجروح بسيطة وأضرار مادية معتبرة على السيارة بسبب الحادث السرعة المفرطة وعدم الحيطة. درك الوطن يوصي جميع مستخدمي الطريق بتوخي الحذر والحيطة أثناء مختلف التنقلات على جميع المحاور الوطنية. يعي الجميع أن المخاطر محدقة وهي عديدة ومتنوعة وخير وسيلة للتصدي لها هو الحد من السرعة المفرطة والتقيد بالسرعات التي حددها قانون السير. أن تصلي متأخرة خير من لا تصل. شكرا سيد نقيب. الآن نحن أيضا بدورنا نوصي السائقين على الطرقات العامة بتوخي الحذر والسرعة وعدم السرعة المفرطة لأن كل هذه الحوادث كان سببها السرعة المفرطة. نعود إليكم أستاذ لتواصلون. سأطرح سؤال، أنتم الآن تحدثتم عن بعض الخصائص وملامح هذه القيادة، علينا أن نتساءل أيضا هناك تشابه بين القيادة التربوية والقيادة الإدارية، هل هناك فروق محددة بين هاتين القيادتين؟ نعم، هناك تكامل في القيادة الإدارية، هي أداة للوصول إلى الأغراض التربوية. جميل جميل، لأن عندما نقول إدارة المدرسة هذا تنظيم إداري له أدوات تسيير، وهذه الأدوات التسيير تخدم العملية التربوية. دفتر التحضير مثلا عند المعلم، دفتر التحضير نفسه هو أداة إدارية من أدوات التسيير الإدارية. هناك خصائص تتميز بها القيادة التربوية. توزيع البرامج هذا أداة إدارية، ولكنها تقدم العملية التربوية، لأن المدرس كي يقيم بعمله اليومي فلا بد له من التخطيط، لا بد له من أن يحضره، ولكن تعامله مع التلاميذ من يعني تسيير الجو التعلمي وتسيير عملية التعلم وتسيير التنوع، يعني التنوع في الأداء وبين التلاميذ، فهذا أعمال تربوية ولكن تخدمها الأداة الإدارية. مع التطور الحاصل في التقنيات الحديثة الموجودة على مستوى العالم وموريتانيا ليست استثناء، أصبح مطروحا الحديث عن إدراج مستحدثات الفكر التربوي في المنظومة التربوية، نختاركم تحدثونا عن العوائق اللي تحول دون القيام بهذه المهمة بالنسبة للنظام التربوي الموريتاني. النظام التربوي الموريتاني كما قلنا هناك بعض الاختلالات التي شهد عليها الكل، وفي هذه السنوات الأخيرة وقعت جهود جبارة من طرف الدولة والقطاع نفسه بغية التقلب على هذه الاختلالات. يعني في إطار البعد المؤسسي والقانوني هناك تحديث للنصوص القانونية في وسمو الوزارة، هناك زيارات التي قام بها الرئيس الجمهورية، هناك هذا نوع من تقويم العملية فيما يتعلق بتحسين العرض المدرسي داخل المؤسسات، يعني هناك منشآت، ولكن إلا أن ثمة أمر مهم هو أننا نحن في تحسين النوعية. عندما تنظرون هذه الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية فترون الرئيس يسأل المدرس ويسأل التلاميذ، فهو يدخل مباشرة في النوعية، رغم أن تحسين البنايات والكتب كل هذا يدخل في تحسين العرض المدرسي. النوعية عندما ندخل في ذهن التلميذ وذهن المدرس هناك نأتي إلى النوعية، هذا ناحية. الاختلالات قلت الاختلالات فيها عدم احترام سلسلة القيادة والتسيير في النظام، لأنكم ترون أن في مؤسسة ما فيها بعض من المدرسين، وترون أن هذا المدرسين داخل هذه المؤسسة ترون أن مدير المؤسسة أقل منهم أولا في الخبرة، ترون أن مدير المؤسسة قد يكون أستاذا مساعدا، وفي المؤسسة أساتذة مكتملين، قد ترون أن مدير المدرسة معلم خريج هذه السنة، وفي المدرسة معلمون كلهم له 20 أو 30 سنة.
هذا النوع من الاحترام تختل. هذا النوع من احترام هي هو الدراسات بينت لأن كلما تقدمنا في العلمي نكون أقدر على السيطرة. هذا صح. عندما نكون في مؤسسة كهذه فماذا قلنا لأولئك الذين عندهم خبرة؟ قلنا لهم بصفة غير مباشرة نحن لا نود خبرتكم، وقلنا لصاحب القيادة فيها أنت أيضا لا نودك أن تحدث لنا الأصوات داخل المؤسسة، لأن لو كانت هناك معايير موضوعية لما كنت تدير هؤلاء، لأنهم أولا أقدموا منك وقد يكون أكثر منك كفاءة. لذلك عدم احترام تسلسل القيادة هذا أيضا من الاختلالات، لأن كما يقال فقد الشيء لا يعطيه. صحيح. واحترام التخصص أيضا لا بد من نحترم التخصص. أنت طبيب لا يمكنك أن تأخذ طبيبا وتقول له تعال هناك كون مجموعة من المعلمين على اسمه على التقويم. لا يمكنك أن تأخذ معلما تقول له ادخل في الطب لتجري بعض العمليات الجراحية. احترام التخصص أيضا عمل مهم في 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 هذا أيضا من الاختلالات الموجودة في النظام. هذا يضيف إلى ذلك الاختلالات التوجيهية التي قلنا، ولكن أظن أن ثمة مجهود جبار تقوم به الدولة من أجل القضاء على هذه الاختلالات كلها، الاختلالات أولا التوجيهية والاختلالات المنهجية، من حيث التكوين الاختلالات المنهجية تقال للاختلالات الموجودة في التكوين الأولي والتكوين المستمر وعدة التتبع والتقويم كلها، هذا يسمى بالاختلالات المنهجية. ماذا عن منهج المنهج الشائع؟ أهم من الاختلالات أيضا عدم التقويم. يعني مستمر. البعض لا يولي للتقويم أهمية، والتقويم هي أهم مرحلة. بدون التقويم هناك قيادة عمياء وتوف. صح. انطلاقا من التقييم الذي تحدثت عنه، ما هو تقييمكم لمقاربة الكفايات كمنهج معتمد في موريتانيا؟ هل نحن يمكن أن نقول أن العقبة ليست هي عقبة كفايات، إنما هي عقبة كفايات؟ العقبة ليست في المقاربة، لأن المقاربة مقاربة الكفايات، يعني الأخصائيون في التربية يقولون سرعان ما ننسى ما تعلمنا ولكن لن ننسى ما اكتشفنا. واكتشاف الطفل للمعارف، والمراد أن يكون الطفل هو المكتشف للمعارف وهو صاحب وهو مشارك أيضا في تربيته. ومقاربة الكفايات هي التي تبدأ أولا بوضعية إشكالية تضع فيها الطفل تجعله يفكر عن الحلول، لذلك هو المشارك أيضا. هناك بداية عملية قبل أن نصل إلى الأهداف النظرية. والمقاربة مقاربة الأهداف كانت تحدد هدف، هناك نبدأ بالنظري ثم نصل إلى العملي. أما مقاربة الكفايات تبدأ بالعمل لتصل إلى النظري، هي تستخرج من ذهن الطفل الصغير هكذا وتجعله مشاركا. أنتم ترون عمل المجموعات دائما داخل الأقسام. أولا هذا يعضد أولا النسيج الاجتماعي، أن جميع المجموعة تعمل مع عميمية وكل واحد منهم يفكر ثم يضع وجهة نظره في حل المشكلة. هذا أولا يعضد النسيج الاجتماعي والتعايش بين التلاميذ، بدل من أن تقول لكل تلميذ في مقاربة الأهداف أنت أجلس هنا كلكم على حصية راسه، هذا أيضا يعزز الأنانية داخل الفرد، وهي مأخوذة من المثالية الفلسفية التي قلت لكم أنها تحبذ السعادة الفردية على السعادة الجماعية. لذلك كل فرد يعمل لنفسه ويبذل مجهوده لنفسه بدون الآخرين. غالبا تتناول الدراسات الإنسانية المختصة في التعليم أبعاد أساسية كيفية الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفلسفة الإدارية، وأثناء اطلاعي للبحث اللي قدمته أنتم للأسف المشاهدين ما قدينا ظهره لهم، لاحظت أنكم دايرين هيكل تنظيمي نموذجي صالح لأي مؤسسة تعليمية، وأنتم شايفين على أنه هو يعطي هو المرجع في أي مؤسسة تعليمية في موريتانيا. حدثنا عن الموضوع. مقاربة القيادة وتسيير النظام هذه صالحة لكل مؤسسة، سواء كانت سواء أي مؤسسة يمكننا أن ندمج فيها هذه الأبعاد. أولا
عندما نقول مع مراعاة الاختلاف بين المؤسسات. نعم، ولكن المهم أولا أن نحدد أهداف هذه المؤسسة، ما هي أهدافها؟ هل هي أهدافها تربوية أم أهدافها تنموية أم أهدافها تقويمية؟ مثلا ماذا تريد؟ عندما نحدد ماذا نريد، ما هو البعد القانوني الذي ينظمها؟ البعد القانوني دائما ينظم المؤسسة، يحدد قايتها والمهمة الموكلة إليها. وعندما نعرف المهمة الموكلة إلى هذه المؤسسة يمكننا إدماج المقاربة داخلها طبقا لغايتها. بالنسبة للهيكلة بشكل عام، من رأيك أنها تتغير من مؤسسة إلى مؤسسة؟ من رأيك أنها نعم تتغير حسب المؤسسة، عدة نماذج تتغير حسب المؤسسة. هناك تقريبا عندما نرى هناك هذه هي أولا البعد التقويمي للمقاربة. كانت أولا الوزارة تستقل هذه شكليات التقويم، هذه شكليات التقويم مكتوب عليها مقاربة صيغة التقويم. هذه شكليات التقويم لوحظ في هذه المقاربة أن شكليات التفتيش، أن تقارير التفتيش التربوي الإداري لا تفي بالمقصود، لأنها تركز على تقديم درس معين. ولاحظنا أن بعض الأساتذة والمعلمين عندما يرون أن فترة التفتيش حانت يذهب واحد منهم ويقدم درسا جيدا ولا يقدم درسا جيدا، ويجد درجة أعلى من معلم أم أستاذ كان طوال السنة الدراسية حاضرا شارك في تقديم المؤسسة، ويوم التفتيش يمكنه أن يكون مريضا، يمكنه أن يكون توفى له شخص، يمكنه أن يكون ليس مرتاحا، ويجد درجة أدنى من المتغيب طوال السنة الدراسية. فلذلك رأينا أن التقويم، أن تقارير التفتيش الإداري والتربوي لا تبين المجهود السنوي الذي يقوم به الفرد. وعلى هذا الأساس أعددنا شكلية التقويم التي تأخذ بعين الاعتبار البعد أولا الواجبات الأخلاقية فيها الحضور والانضباط والإنتاجية. هذا بعد. هناك دور الإداري، هناك دور التربوي، وهناك الدور الاجتماعي طبقا لمأمورية المعلم. وعاد هناك التقويم، تقويم موضوعي. نعم جميل. من المعلم نعود إلى التلميذ. أنا أريد أن أسأل عن تحدثهم عن أهمية المجموعات اللي يعدلوا تلاميذ في المدرسة، يعد مجموعات يراجع بريده. هذا يقودنا ملي للاستفادة من تجربة المحاضرة. شنو إمكانية الاستفادة من المحاضرة، وشنو تقييمكم أنتم لقراية التراك في المحاضرة في نفس الوقت مع قرايتهم في المدرسة؟ كان هذا مفيد؟ أظن أنه مفيد. المحضرة الموريتانية هي التي هي الأم للجميع، مررنا بها جميعا، وهي الأم وهي العقل المنشئ للشعب الموريتاني. كلنا تربينا في المحضرة، والفرق بينها والمدرسة هو أن ثمة علوم جديدة في المدرسة لا توجد في المحضرة، وأن طرق التدريس هناك في المحاضرات تلقين، وفي المدرسة نود أن يكون الطفل هو المكتشف. ما هي أهمية الحفظ بمقاربتكم؟ يأتي درجة ثانية. الحفظ هو المراد في العملية التربوية، هو أن يكون الطفل هو المكتشف للمعارف، هو صاحبها لتظهر على سلوكه. هذا هو المراد. لأنك أنت إذا حفظت أن تقريبا الفعل هو كذا وكذا، وقدمت لك جملة فيها جملة فعلية، فترى أن الطفل لا يميز بين الفعل والحرف. هذا صحيح. المهم الحفظ ليست له أهمية. هنا أضافت التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية العملية التربوية الكثير، إلى أي حد تساهم هذه التقنيات والوسائل في هذه المدرسة الجديدة؟ في التقنيات الجديدة يمكن للإنسان أن يتكون. يقول بعض المربون إن غاية المدرسة ليست فيها لفينا لتدريك كل نصف عن المهم. غاية المدرسة هي أن يكون الإنسان كون لمجتمع معين، ويشارك في تنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وتطور الفكر الإنساني
جعل ان 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 الانسان يمكنه ان يتكون في البيت، ان يتكون في الشارع، ان يتكون عن طريق التلفاز. التلفاز اداه تعليميه، واضح مربي، ان يتكون عن طريق الكمبيوتر. يعني التقنيات الجديده هي ايضا مدرسة تتنقل مع الإنسان، ويمكن للإنسان والمدرسة أن تستفيد منها. ما مدى إدراجكم للبعد التقني في دراستكم حول النظام التربوي؟ البعد التواصلي، لا ديمانسيون كومينيكاتيف دي سيستم، البعد التواصلي في هذه المقاربة هو يشير إلى التقنيات، إلى الالتزام، إلى الاستفادة من التقنيات الإعلام والتواصل. بالنسبة للبعد التواصلي كيفت ما تكلمتوا عنه، تكلمتوا عن شين قالوا ما مدى استفادة المنهج التربوي الموريتاني خصوصا في ظل التقنيات الحديثة من المناهج التربوية المطروحة في العالم ككل، خصوصا مع الانفتاح اللي نشهده حاليا؟ هي موريتانيا ليست وحدها على الكرة الأرضية بالتأكيد. أولا النظام التربوي الموريتاني أخذ قايته من القايات الدولية لتربيته. القايات الدولية للتربية هي تقديم الإنصاف للمعارف لجميع أبناء العالم، تقديم الثقافة والحكمة لجميع أبناء العالم. إلا أن كل دولة عندها خصوصيات. عندما قلت لكم نذهب إلى فرنسا نرى أنها تبنت ما يسمى بالمثالية الفلسفية، فرض سعادة الفرد، يعني سعادة الفرد على حساب السعادة الجماعية. وهذا هو الذي يجعل اليوم أن هناك عند ترون إنسانا غنيا والديه فقراء، ولكن لا يهم فيهم أي شيء. ما مدى تأثرنا نحن نحن تأثرنا لأننا أولا دولة مسلمة، لأن كل فرد من الشعب الموريتاني تربى في بيئة مسلمة، هناك تعاضد والتعايش والتآخي بين جميع أفراد الأسرة وجميع المجتمع الموريتاني. لذلك لا يمكن لمنهجنا التربوي أن يكون بمعزل عن خلفيتنا. حاول الغرب أن يدمج لنا المثالية الفلسفية، ولكن نظرا لطبيعة المحاضرات الموريتانية وتكوين الشخصية الموريتانية فأطغى علينا الوجهة الأخرى، وهي النسبية الاجتماعية. أن الفرد أنشئ لمجتمع وهو من مجتمع، ويود السعادة للمجتمع. سعادة الفرد تكون في سعادة المجتمع. جميل. على ضوء هذه المقاربة، هذه المناهج الأجنبية والمناهج الحديثة طبقت هنا في موريتانيا على مدى هذه السنوات الماضية، هناك المنهج الفرنسي، المنهج حتى المنهج الشرقية والمناهج الغربية تلاقحت في شكل مدارس. هناك سياسة جديدة للدولة في تنظيم هذه المناهج. ما رأيكم في دور هذه المناهج؟ هل هي إيجابية أم أن تعددها هو سلبي على التلميذ؟ لا، الدولة الآن قائمة بتنظيم جيد للتعليم، وأظن وحسب هذا رأيي شخصي أن هناك إرادة سياسية قوية في إصلاح التعليم. وتجلت هذه الإرادة السياسية في الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية. أولا أعلن عن سنة 2015 كسنة للتعليم بامتياز، ثم نزل إلى الميدان وشاهد بعينه الاختلالات الموجودة، ولكنه لم يكتفي بتحسين العرض المدرسي من حيث البنايات والكتب وكذا وكذا. لا، الرئيس حاول أن يدخل في تحسين النوعية التعليم، لأنه يسأل التلاميذ، يضع تمرينات التلاميذ ويسأل المدرسين. هذا الرئيس دخل في النوعية، غايته هو أن يحسن نوعية التعليم. إذا لديكم مطلب توحيد المنهج؟ توحيد المنهج وحيد من 99، لأن قبل 99 كان هناك إصلاح كون جيلين. أنا أقصد المنهج، إذا كان هناك مسموح بمدارس الفرنسية والمدارس التركية والمدارس. لا لا لا، هناك هذا تعليم خاص. فالتعليم الخاص هو دعامة لتعليم العمومي، وكانت فيه فوضى عالمة، ولكن الدولة تغلبت على هذه الفوضى، لأنك ترى أن كانت هناك مدرسة تركية رأيتها تفرفر فوقها ولم تكن هناك رأي. والزيارات التفتيشية التي قمنا بها نظمتها الوزارة هناك
قامت بعد ذلك بتوجيه الإنذارات لجميع المؤسسات الخاصة التي أولا لا تحرم لا تحترم دفتر التزاماتها. هناك بعض المدارس الخاصة التي عندها الحق في أن تدرس البرامج الأجنبية، ولكن ليس لها الحق أن تأخذ ابنا موريتانيا بدون ترخيص من وزير التدريب الوطني. كانت المدارس هناك مكتظة بالموريتانية بدون ترخيص. المسألة الأخرى هو أن بعض المدارس لا تحترم التي عندها رخصة وطنية لا تحترم البرامج الموريتانية، كانت تكون شخصية تركية أم شخصية أجنبية في زي موريتاني. شن هي الآلية اللي اعتمدتموها للرقابة على المناهج في هذه المدارس؟ قامت الوزارة بالزيارات التقويمية والتفتيشية لجميع المؤسسات العمومية والخاصة، واكتشفت هذه الاختلالات، وهي الآن أغلقت ما يزيد على 80 مدرسة. ثم وجهت الإدارات للمؤسسات التي لا تحترم المناهج الموريتانية، ثم وضعت الأعلام الأجنبية ألغت هذه وألغت وأجبرت هذه المؤسسات على أن تضع العلم الموريتاني، لأن كل من يضع قدمه على الأرض الموريتانية ينبغي أن يحترم مناهجها. وإذا كانت له رخصة في أن يدرس مناهج أجنبية فلا ينبغي له أن يأخذ أبناء موريتانيا ليدرسها بدون هذه الشخصية بدون إذن موريتانيا. بما أننا نتكلم عن التعليم الخاص وفي ظل وموضوعنا هو القيادة التربوية، هل تختلف القيادة التربوية في التعليم الخاص عن التعليم النظامي، خصوصا مع الوصاية ما هي نفس الحدة في التعليم؟ لا في التعليم الخاص قلنا إنه مؤسسات داعمة لتعليم العموم، وهي وجهة لدولة الموريتانية، هو أن سياسة الدولة الموريتانية، ولكن الأبناء الذين يشاهدون في التعليم الخاص هم أبناء موريتانية. المنهج نفس المنهج، ينبغي على التعليم الخاص أن يطبق نفس البرامج، لأن المشكلة التي لا يعرفها البعض أن عن طريق هذه البرامج تتكون الشخصية المستقبلية للمواطن الموريتاني. عندما نأخذ 6 سوايع من اللغة التركية أم من لغات أخرى، فهذا يعني أننا هذا الموريتاني نكونه في شخصية تركية في زي موريتاني. تأكيد. هذا مع بعض الأمور التي تكون هناك جذابة، ولكن الآباء لا يفهمون هذا. المهم موريتانيا ليس المهم هي الدولة الموريتانية، والدولة الموريتانية ينبغي أن أبنائها ومؤسسات التعليم الخاص والعمومي كلها تحترم المنهج الموريتاني والبرامج الموريتانية. لأن أنتم كمتخصص، ما هي أهم العقبات التي تواجه نظام التعليم الموريتاني بشكل 1-2-3؟ أولا هناك ما يسمى بالبعد التتبعي والتقويم، هذا أول معوق، لأن جل المؤسسات لا يولون التقويم أهميته، والتقويم هو الذي يتأسس عليه أولا الإصلاح. غياب التقويم أولا هذا ناحية. الناحية الأخرى هو تحسين أولا ما يسمى بالتكوين الأولي، يعني إصلاح البرامج، وهذا قامت به أيضا الوزارة، البرامج التكوين الأولي، مدارس تكوين المعلمين، ثم وضع سياسة لما يسمى بالتكوين المستمر، لأن المهم تقديم الدول لا يمكنه أن يكون إلا عن طريق الكفاءات، والكفاءة تنمو عن طريق أولا التكوين الأولي، ثم التكوين المستمر، ثم عدة التتبع والتقويم. لأنك في تكوينك الأولي، هل المحتويات التي يتلقاها المدرس داخل مؤسسات التكوين المعلمي هل هي قادرة على أن تجعله مدرسا مثاليا؟ عندما نرى أن في المدارس تكوين المعلمين هناك غياب لتربية العامة، فلذلك صاحبها لا يمكن أن يكون مربيا. لذلك التكوين الأولي ينبغي أن يدمج ما يسمى بتربية العامة، ثم بتربية الخاصة للمواد لا ديداكتيك دي ديسبلين، ثم علم النفس التربوي للطفل، لأنك أنت مدرس تتعامل مع الطفل،
معاملتك مع الطفل ينبغي ما هي المحتويات المعرفية التي هي تتماشى مع النمو العقلي والجسمي للطفل. تقول له أولا قف، هل قف يمكن للطفل في السنة الأولى أن يفهمها؟ هل كلمة الصبر هل يمكنه أن يفهمها؟ لذلك المحتويات المعرفية ينبغي أن تكون تعد حسب النمو العقلي والجسمي للطفل، إن كان طفلا، إن كان راشدا، إن كان مراهقا. لذلك فخبراء علم النفس وزعوا التعليم على تعليم أساسي، قالوا لماذا أساسي؟ لأن الشخصية الموريتانية المستقبلية تتربى، هناك قالوا تعليم ثانوي فيه مجموعة من المراهقين، هناك تعليم عالي يبدأ الرشد داخله، وكل جزء من هذا التعليم له عنده محتويات معرفية ينبغي أن تقدم حسب النمو العقلي والجسمي للمتلقي، ولها أخصائيون هم وحدهم القادرين على تقديمها. لذلك هذا هو مبدأ احترام التخصص في المقاربة، ومن دون احترام التخصصي فاقد شيء لا يعرف. للحديث عن هذا الموضوع، غالبا ما يلاحظ في معظم السنوات الدراسية لأنه مثلا تكفل السنة السابق اكتمال المقرر، تأثير هذه العملية في خلق فجوات في شخصية الطالب وعدم استيعابه كافة المقررات اللي مفروض على أنه يستوعبها. هو في تكوين شخصية موريتانية المستقبلية تقريبا في السنة الأولى هناك برامج في بعض من المواد ينبغي تدريسها طوال السنة كاملة، ولكن غياب المعلم وغياب التلميذ يؤثر على هذا. غياب المعلم تغيب يومين أم ثلاثة، هاي الدروس من سيقدمها؟ بقيت التلميذ مرض أسبوع أم اثنين، الدروس التي قدمت بعده. لذلك احترام تدرج البرامج فهي مسألة أساسية أولا في تكوين الطفل، في تكوين شخصية المناطق، ونقصها يؤثر عليه عند النجاح في التقويم، لأن التقويم الإشهادي يمكنه أن يأتي في بعض هذه الدروس التي تغيب عنها المدرس أم تغيب عنها التلميذ. ما هي الحلول التي تقترحونها في إطار مقاربتكم؟ الحلول هي أننا قلنا أن العملية التربوية مسؤولية الجميع، وأن المربي له عدة مسؤوليات. أولا مسؤوليات اتجاه الله تبارك وتعالى بالتأكيد. الذي خلقه وقدم له وجعله في هذه المسؤوليه، ينبغي ان يكون امينا تجاه الله تبارك وتعالى في تقديم هذه المهمه التي جاء من اجلها. هذا اولا. هناك مسؤوليه المربي اتجاه الدوله الموريتانيه التي كونته وقدمت له راتبا قد لا يكون كافيا، ولكن قدمت له راتبا من اجل يقدم العلم، تصنفه في الجانب الاخلاقي بشكل عام. نعم، يقدم العلم والمعارف للتلاميذ، ينبغي أن يكون أمينا تجاه الدولة الموريتانية التي أمنته. هناك مسؤوليته تجاه الطفل الذي يقلده قولا وفعلا، ينبغي أن لا يصدر منه سلوك شاذ. هناك مسؤوليته تجاه الآباء الذين هم يعملون في أمكنتهم وهم يظنون أن أبنائهم يتلقون العلم والمعرفة في المؤسسة، ينبغي للمربين. قبل الوقت بقي منه القليل، انطلاقا من هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق المربي، نريد أن نسأل عن مقارنة بالمعلم، ما هي مكانة المعلم في موريتانيا مقارنة بالمعلم في العالم؟ المعلم في موريتانيا المعلم أولا في موريتانيا هو موظف كجميع الموظفين، لذلك تحكمه قانون الوظيفة العمومية 03-93. هذا ناحية. الناحية الأخرى هو أنه مربي، يعني أن الدولة الموريتانية كونته من أجل تربية الأجيال، وهذه مأمورية مهمة هي أهم شيء في المجتمع. ثالثا أن مهامه أنه ينبغي أن تكون مأخوذة من غاية التعليم الذي قلنا. نعم، أنت مربي، ماذا تريد أن تفعل داخل المدرسة؟ عن طريق هذه المحتويات ينبغي أن يخرج من عندي مواطن صالح منفتح على الآخر عن طريق اللغات الأجنبية التي يدرسها،
وقادرا على التنميه الاجتماعيه الاقتصاديه للبلد. يعني هذه الغايه هي التي تحدد منها المهم مهام المدرسه المعلم. لذلك المعلم ينبغي ان يقدم العلم والمعارف للطفل، فينبغي ان يكون اولا هو صاحب ثقافته. نعم، ويبقى المعلم هو الاداه المثلى والاهم في العمليه التربويه. كلمه اخيره لاباء التلاميذ والفاعلين في النظام التربوي بشكل عام. هذا في البعد التشاركي للمقاربة. البعد التشاركي يأخذ بعين الاعتبار جميع الفاعلين في النظام التربوي. للأسف هناك هناك, هناك هناك ما يسمى ب البارتنير الشركاء المباشرين وهم المعلمين، هناك الشركاء المؤسسيين وهم السلطات الإدارية، هناك الشركاء الاجتماعيين وهم الآباء والمنظمات المجتمع المدني. فالعملية التربوية ينبغي أن تكون عمل للجميع، عملية تشاركية، عمل تشاركي للجميع. وأنا واثق أن مع هذه الإرادة السياسية وهذه الأجواء الإصلاحية التي يقوم بها القطاع سنجد حلولا لجميع الاختلالات. استاذ طاهر الأحمد، خبير تربوي وصاحب مؤلفات كبيرة كان بودنا أن نتحدث عنها، نشكركم على هذه الاستضافة ونشكركم. والآن إلى فقرة أخرى وهي فقرة صحية بعد هذا الفاصل.